ينبغي أن تعلم أن الخلافة مع المشركين الأولين لم يكن في تفسير هذه الكلمة، إنما تفسيرها، إنما معناها كان محل اتفاق بيننا معاشر المسلمين وبين أولئك المشركين. معناها، تفسيرها، ما دلت عليه، ما دعت إليه، هذا كان محل اتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركين. هذا لم يكن محل خلاف، اتفاق على المعنى، إنما الخلاف في العمل بمقتضاها، إنما الخلاف في التزامها والتزام ما دلت عليه، هذا هو موضع الخلاف. ولفطنتهم إلى المعنى قالوا مباشرة ما قيل لهم لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا الذي فهمه المشركون مع الأسف الشديد، كثير من المنتسبين إلى الإسلام ما فهموه، تعسا لمن أبو جهل أعرف منه بأصل الدين. إي والله تعسا له. وبه تعلم أن معرفة معنى هذه الكلمة فرض عين على كل مسلم، ولا عذر لأحد في أن يتشاغل عن هذا الواجب أو أن يتقاعس في أدائه. واجب وجوبا عينيا أن تعرف معنى هذه الكلمة، ومن ثم أن تعمل بمقتضاها.